طيب لما عرفت ان النادي الاهلي هيلاعب بايرن ميونخ، كانت توقعاتك ايه للمباراه؟ قلت المباراه دي هتخلص كام كام لصالح مين؟ انا صراحه انا يعني مدرب اعتمد كثيرا على الاحصائيات والارقام، وانا متابع يعني متابع لاكثر من دوري. ولما نتحدث على بايرن ميونخ والاهلي المصري هناك تشابه كبير، ممكن غاب على بعض الناس وبعض المحللين وحتى يعني الاستديوهات اللي نشاهدها يوميا، انه في معلومه يعني مهمه جدا انه في تشابه كبير بين بايرن ميونخ والاهلي المصري على مستوى القاري. يعني لما فاز بايرن ميونخ برابطة الابطال الاوروبيه، جميع الارقام والاحصائيات والاهداف المقبوله والمدفوعه وحتى نسبه امتلاك الكره، يعني في تشابه رهيب حتى في الاسلوب، حتى في المستوى، في 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 طريقه للفوز بالبطوله هناك تشابه كبير. انا بالعكس لم انظر للمباراه كمثل الاخرين الذين هولوا الامور وذهبوا حتى لنتيجه عريضه وذكروا مباراه برشلونه 8-2، يعني هناك تاويلات كثيره. كان في ناس مستنيه الاهلي يخسر بسكور عالي زي ده. صح، لكن للاسف شاهدنا تاثير نوعا ما، تاثير يعني بعض اللاعبين كانوا متاثرين نفسيا. أنا أعتقد لو تجاوزوا ذلك التأثير وكانوا يعني موجودين بكل أريحية، أنت بتلعب بايرن ميونخ يعني مش هتخسر ولا حاجة، بالعكس أنت تلعب بكل قوتك وتلعب بكل أوراقك. أنا أعتقد أنه حتى الهدفين يعني كانوا أخطاء فردية، وأعتقد أنه المباراة كانت جيدة، مباراة قام بها الأهلي يعني كما يجب. ممكن من الأشياء التي يعني اللي تميز بها الأهلي أنه الأهلي كان فارض نفسه، كان موجود يعني مش كان غايب، بالعكس الأهلي طلع في الهجوم، عمل هجمات مرتدة، افتك الكرة. يعني شفنا أكثر من مرة أنه هناك عزيمة من اللاعبين حتى بعد الهدف الأول. يعني الأهلي المصري ذهب إلى عمق بايرن ميونخ وحاول حتى أنه معناه يسجل هدف. مباراة كانت إجمالا مباراة جيدة في حجم بايرن ميونخ، وشاهدنا أنه فاز بستة ألقاب محطم الأرقام القياسية. يعني صراحة الأهلي ما يقدرش يقدم أكتر من كده، ولو كان حتى فريق تاني في مكانه مستحيل يقدم اللي قدمه الأهلي.